القضاء اللي غيقيمها. الله يرضي عليك. ماشي انا اللي نحكي، انا قلت الدفعات ديالنا، المحكمه هي اللي تاخذ القرار ديالها. كما تبعتم مشاهدينا الكرام وتتبعنا الاوفياء، دفاع الاعلامي مومو يرفض اي تصريح بالنسبه للصحافه. كما شاهدتم مشاهدينا الكرام وتتبعنا الاوفياء في كل مكان، هذا هو الدفاع ديال الاعلامي مومو اللي كيرفض يعطي اي تصريح بالنسبه للصحافه. نعم انا دابا والله كما قلت لكم المره اللي فاتت ما ندخلوش غير في عمل المحكمه المقرره. الله يجازيكم. هذا تصريح من عند الاستاذ، هذا ماشي من خلال هذا تصريح اللي من عند، ما هو كنقول لكم سمحوا لي الله يخليكم، حنا كنقول لكم غير خليو القضاء يقول الكلمه ديالو بلاتي غير شوفوا هذا هو التصريح. واي يصير واي يلح دردك هذا اخر شو توش يقول نعم. لا مشاهدينا الكرام كيما كتبعوا مشاهدينا الكرام متتبعين، هذا هو اعلامي مومو المتابع على خلفية مومو. شي كلمة مومو ان شاء الله تنبت. شكرا. كما جرت في كما تبعتم مشاهدينا الكرام متابعينا الاوفياء متابعي وحده الانباء المغربيه مومو الاعلامي اللي متابع على خلفيه سرقة هذا الزعومة يرفض اي تصريح بالنسبه للصحافه. نشوفوا الاستاذ الشيري محامي. تفضل استاذ. خط
ما بغيتش الدفاع الإعلامي مومو وشادي الكرام متسبب.